شفتوا البنات، هذه هي النتيجة النهائية بعد ما سالينا الماسك ديالنا وصلناه كما كنشوفوا. نتيجة زوينة، كتحسي بواحد الإشراقة، كتعطيك واحد الضوء في وجهك، يعني كتحيد لك داك الالتهاب ديال الشمس، داك الحروقة ديال الشمس بعد الصيف، ولا هذاك الوجه ديالك تيتحرق وكيولي كحل وكيكونوا كحولة بعد الخطرات نتيجة عن التحولات الجوية. سنسكافي يعني بحال هكا ماسكات طبيعيين زوينين بزاف، وكنصحكم بيهم. ما عند الانسان ما يخسر الا دارهم، كلشي كاين في الدار، كلشي ما غتجيبي حتى شي حاجه من برا، كلشي عندك في الدار. سكافي علاش لا ما نديروش ماسكات ديالنا في الدار ديالنا، حسن لينا، وكما كتشوفوا النتيجه زوينه بزاف. انا صراحه كنت غير كنسمع، ومن بعد ملي جربت فريمون شفت النتيجه وبهرتني صراحة بهرتني النتيجة، وأنا فرحانة بزاف والله. دابا غادي نحاول نشارك معكم روتيني الليلي، اش كندير كترطيب البشرة ديالي قبل ما ندخل، قبل ما نمشي للناس. اشنو كنستعمل؟ اولا كنستعمل هاد ديال الستيلودر، يلا وليت كنستعملهم، لي برودوي ديالهم فنين زوينين بزاف. هاد السيروم هذا اللي متبعني في الماكياج داكشي غادي يشوفني كنستعملو، كنديرو مع الفوندوتا، يعني كيساعد البشرة انها يعني كتولي رطبة. هذا سيروم كنقدر نديرو حتى هو، كندير عاوتاني هاد البوماد ديال تحت العينين، هادي راه زوينه حتى هي، كنديرها معاكم دابا، كندير منها شويه ما تكتريش، غير شي شويه، حيت هي راه غير شويه منها كافي، يعني كافي كيعطيك الرطوبه، يعني واحد الرطوبه فيها زوينه بزاف. جربوها البنات. اوكي غادي ندير داك المساج تحت العينين، هذه تقدري تستعمليها بالليل قبل ما تنعسي، وتستعمليها في الصباح بعد ما تفيقي من النعاس، تغسلي وجهك وكديري مساج حول العينين، كيريح مزيان البشره، كيريح تحت العينين مزيان، وكيحيد الهالات السوداء، كيرطب. غزال البنات، جربوه. شنو البرودوي الثاني اللي كندير هذا البرودوي هذا ديال البحر الميت، ما كاينش اللي ما كيعرفوش، هذا المركز زوينه البنات، كمرطب البشره. هذا غزال كيناغا، فيها المقشر الوجه، فيها هذا المرطب، وفيها شي كندير غير شويه هكا، صافي ديجا هو راه داير بحال حليب، يعني دغيا كيتوزع على الوجه، دغيا كيتوزع على الوجه وكيخلي البشره ما كيخليهاش ينطمو، دغيا البشره ديالك كتشربو. سكافي زوين البنات، جربوه دائما قبل ما نعسو، نرطبو الوجه ديالنا، نعتنيو بالبشرة ديالنا. ما غاديش اي حاجة عندكم في الدار، ماشي ضروري شي برودوي معين، اي برودوي عندك في الدار تقدري ترطبي به البشرة ديالك. صباح تاني ملي نوض في الصباح، ملي نغسل وجهي، نرطب وجهي، راه البشرة محتاجة كي حنا محتاجين الماكلة، كناكلو باش كنعيشو، باش كنوضو نمشيو لخدمتنا، ولا باش كنديرو شي حاجه في الحياه، الا وات البشره ديالنا راه محتاجه حتى هي للتغذيه والاعتناء، مره نعتنيو بها، ماشي عيب. صافي كما شفتوا البنات، هذه هي السميتو اللي كندير. بعد خطرات كندير زيت ارغان، حتى زيت ارغان زوين، كنصح به، يعني مفيد بزاف لبزاف د الحوايج. الماء الورد كما دائما كنصحكم به، كندير كرش
كنرش على البشرة. علاش كندير البنات الموارد؟ لانه فريمون الموارد كيسد لك المسام، كيعطيك واحد الاشراقه للبشره، كينعش لك البشره ديالك، كتحسي بالبشره ديالك فيها اشراقه، فيها الضوء. يعني اش نقول لكم؟ زوين 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 بزاف، زوين بزاف. ودائما ما نساوش العنق ديالنا. انا تنخلي هذاك الموارد كينشف البشره ديالي، كينشف صافي، وكنخليه هكا. هذه هي النتيجه النهائيه. وكيما شفتوا هذا هو الروتين الليلي، اش اللي كندير كترطيب قبل ما نمشي نعس. وكيما شفتوا الماسك، حاولوا تجربوه، راه زوين 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 بزاف البنات. وما كيطلب شي حاجه كثيره، يعني كل شيء عندنا في الدار، الحمص عندنا في الدار، البيض عندنا في الدار، الكركم عندنا في الدار، يعني كل شيء دانون، كل شيء، يعني الزيت البيتية، يعني ما نبخلوش على الفوسنا ونجربوا، ما نخسروا والو. تقدري تمشي تشري ماسك بزبالة ديال الفلوس ولا بهذا، ويقدر يستقي، يقدر ما يستقش، يقدر يجي لك مع وجهك، يقدر ما يجيش، ولكن الحوايج طبيعيين كوني متأكدة انه 100% غيجي لك مع وجهك. البنات اللي عندهم الحبوب، البنات اللي عندهم الكنف، البنات اللي عندهم الحالات السوداء، يديروا هذا الماسك، راه غزال، زوين 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 بزاف. المهم هادشي اللي غادي نقول لكم، وهذا هو روتيني، وهذه هي الوصفات ديالي. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش ديروا سبسكرايب، اشتراك القناه، وما تبخلش عليا بالتعليقات ديالكم واللايك هذا الفيديو. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي باي، سلام.